بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 75. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قد ذكرنا في الحلقة السابقة أن الأمانات على ثلاثة أنواع. النوع الأول أمانة التكليف التي بين العبد وبين ربه بامتثال أوامره وترك نواهيه مع الخوف منه والخشية ورجائه طمعا في ثوابه، وخوفه الرهبة منه خوفا من عقابه سبحانه. مراقبة الله جل وعلا، هذه أمانة تكاليف التي أبت السماوات والأرض والجبال حملها وحملها الإنسان طمعا في الثواب، فحملها لأجل الطمع في الثواب. ولكن كثير من الخلق أخلوا بها ولم يؤدها على الوجه المطلوب إلا القليل. هذا هو النوع الأول، وأعظمه عبادة الله وحده لا شريك له، الذي خلق الله الخلق من أجله: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة الله وحده لا شريك له أول الأمانات، وقد خانها كثير من الخلق فأشركوا بالله عز وجل وعبدوا معه غيره وسووا غيره به، وهذا أعظم الخيانة. وكذلك أمانة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخل بها أكثر الخلق، ركبوا البدع والمحدثات وتركوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أنواع الأمانات أمانة الإنسان مع نفسه، فإن نفس الإنسان أمانة عنده في أن يحملها على طاعة الله ويجنبها معصية الله، وأن يراعيها ويرعاها حق الرعاية، ولا يظلم نفسه بالمعاصي والذنوب والسيئات. فجوارحه وأعضاؤه وسمعه وبصره ولسانه أمانات، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الأعضاء وهذه الجوارح وهذه الحواس التي ركبها الله بك، وهذا الجسم كله أمانة حملك الله مسؤوليته في أن تحفظه وتصونه، وهذا العقل الذي شرفك الله به أمانة في أن تحفظه وتصونه عما يخل به أو يؤثر عليه أو يعطله من العمل بطاعة الله عز وجل. وإشغال هذا الجسم وهذه الحواس وهذه الأعضاء، إشغالها بمعصية الله، هذه خيانة للأمانة. فجسمك بما فيه من الأعضاء ومن جميع المركبات هو أمانة بينك وبين الله عز وجل. والمال أمانة لأن تحفظه وتراعيه وتنفقه في طاعة الله وتستعين به على طاعة الله، ولا تبذره ولا تسرف فيه ولا تنفقه في معاصي الله وتستعين به على معاصي الله، هو أمانة بيدك وأنت مستخلف فيه ومسترعى عليه. والنوع الثالث
الأمانة التي بينك وبين الناس، وهذا مجال واسع، ومنه الودائع التي يودعك الناس إياها لتحفظها، أن تحفظها، لأن الله أمرك بأدائها، ولا يمكنك أن تؤديها إلا إذا حفظتها وحافظت عليها. وكذلك الأسرار أمانة التي بينك وبين الناس، ألا تفشيها، ألا تفشيها. وكذلك جميع ما يأتمنك الناس عليه من أموالهم وأعراضهم وأسرارهم، وما يأتمنك عليه ولي الأمر من الأعمال الوظيفية، هي أمانات. ولذلك الله جل وعلا لم يحدد الأمانات، بل أطلقها لتشمل جميع أنواع الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم قال جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي أمركم الله سبحانه وتعالى، وهذا في الأصل وفي البداية أمر للحكام وولاة الأمور أن يحكموا بالعدل، والعدل ضد الجور، أن يحكموا بالعدل بين الناس في تسوية خصوماتهم وحل مشاكلهم ونزاعاتهم، لأن هذا من صلاحيات ولاة الأمور ونوابهم. فالله أقامهم لأجل إقامة العدل بين الناس في جميع أمورهم، في معاملاتهم، وفي جميع شؤون الرعية، فإن أعمالها وأعمال الولاية كلها أمانات على من وليت، على من وليها أو وليها. ويدخل بذلك الأمراء، ويدخل بذلك القضاة، ويدخل بذلك المصلحون الذين يصلحون بين الناس، ويدخل في ذلك الشهود، ويدخل في ذلك أشياء كثيرة. فهي أمانة، فهي حكم بين الناس. إذا حكمتم بين الناس في أي حكم، أن تحكموا بالعدل، وهو ضد الجور، لأن لا يكون هناك حيف ولا تحيز مع أحد كائنا من كان. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالواجب العدل بين المسلمين، والعدل بين المسلمين والكفار. فالكفار الذين لهم عهد عند المسلمين وأمان وذمة، يجب على المسلمين أن يوفوا لهم ولا يجوروا معهم. وكذلك الكفار غير المعاهدين وغير، لا يجوز لنا أن نظلمهم وأن نتعدى عليهم بغير حق. ولهذا قال بين الناس، هذا عام لجميع الناس، أننا إذا حكمنا بينهم أن نحكم بينهم بالعدل، وأن يحكم بينهم بالقسط، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لمواصلة الكلام على هذه الآية الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.